فكرت انه يكون عندها علاقه بالتجميل، ما يكون حاجه خاصه بيا، يعني يكون غوجا ليفغ ولا لي بلاينر اللي يكون بالاسم ديالي، براند ديالي انا، او دي لونتي ولا دي فوسيل. فان شاء الله هاد الفكره انها تطرح وتدرس ان شاء الله في القريب العاجل. تنهضر على بيوت، علاش نرجعوا دي مشاريع، علاش نرجعوا اللي ان شاء الله كنطمح وغادي ندير ان سالون كبير ان شاء الله في مراكش، وكنتمنى ان الناس يعجبهم ان شاء الله ويكون عند حسن ظنهم دائما يا رب.